شوف مانيش حاب نولي بكل صراحه مانيش حاب نولي المباراه يعني الاخيره اللي لعبناها ضد مولودية وهران حتى ولو يعني كنا 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 رايحين لتنقلنا لوهران بنيه الفوز لكن فيه امور يعني نقولها للاسف غير رياضيه اللي حتت قبل المباراه يعني اثناء يعني عملية تسخين وين كان رايح اللاعبين باش يروحوا يعني يقوموا بعملية الإحماء وين تشوف اللاعب محترف ما عنده حتى حماية يعني في 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 في, في ميدان كرة قدم وين تعرضنا يعني ل ل ل ل يعني ل ل ل ل ل ل ل الوابل من الشتم وال يعني حتى لابروفوكاسيون عند بعض الناس اللي محسوبين على مولودية وهران. أنا ما نعرفهمش هما يلعبوا السقوط يقدروا يتجنبوا هادشي هذا يركزوا على الميدان ويركزوا على اللعب ويفوزوا بالمقابله تاعهم. التحكيم انا ما حنقول والو على التحكيم انا نخلي اهل الاختصاص ونخلي اللجنه المخصصه هي اللي تعرف هي اللي تحكم على الحاكم اللي دار المباراه مع مولودية وهران.